مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا مرة أخرى من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من أمام محطة القطار المسافرين بمدينة الدار البيضاء. حيث كيف ما كتشوفوا معنا مراقبة ديال رجال السلطة، السلطات الأمنية، مراقبة صارمة كيطالبوا من المغادرين في اتجاه أي مدينة رخصة التنقل والسفر، وخصوصا بعد قرار منع التنقل بين المدن اللي خرج أيام قليلة قبل عيد الأضحى. مراقبة أمنية صارمة بهذا الخصوص لجميع المسافرين في اتجاه جميع مدن المملكة. كل من يتوفر على رخصة التنقل هو اللي بإمكانه أنه يمر من أجل السفر. أكيد هذا الشيء كله من أجل الصالح العام ومن أجل صحة المواطن المغربي. شوف تيفي، إذا مشاهدي قناة شوف تيفي من أمام محطة القطار المسافرين. من أمام محطة القطار المسافرين مراقبة الجميع المسافرين من طرف رجال الأمن والسلطات. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي من أمام محطة، السلام عليكم، من أمام محطة القطار المسافرين. كنتمنى طريق السلامة للجميع. سمير، السلطات الأمنية أمام باب محطات القطار جميع ربوع المملكة وليس فقط هنا بمدينة الدار البيضاء، كطالب من المواطنين واش كيتوفروا على رخصة التنقل الاستثنائية بين المدن. رخصة تنقل استثنائية اللي كتخدم عند السلطات المعنية اللي كتسمح بالتنقل بين المدن. ما قدرتش هاد الحالة.